حد قالك ايه؟ حد هديك الروم، حد اديك الروم قطعنا وطيبته، حمر حطته في الفرن اتحمر بسمنة بلدي، وبعد كده ما احتش حطته في الشوربة تاني، حطته راح محمره ببيض وبقسماط بهارات، شوية لبن، لبن حليب واحد وملح وفلفل بهارات يعني كمون، حطيت ده مرقة دجاج حتة صغيرة وملح. دي كوسة حلوة، أنا كنت عاملة لك طبق لوحده من قبل ما أحط ملح، لأن بنت سنة حطيت بقى حطيتهم على بعض. ده اللي اتفضل. ما زال بلا يا سكيان.